haber tırıyorum şu an. Matematik modeli aldı. Problem. يعني شو سوى عملية موديلينج رياضية للمسألة اللي بتجينا، سواء كانت تتعلق بالماس أو الهيت أو بالأبلايد ماثماتكس أو غير مواد من اختصاصكم. شوف هذا المثال، ووتر، طبعا حسب هذا الرسم، هذا الرسم مهم لازم يجي بالسؤال. ووتر انترز ميكسينج تانك، يعني عندكم ماء، هذا الماء ووتر مكتوب عليه، يدخل إلى خزان ماء آتريت أوف معدل 10 كيلوغرام بالساعة، كيلوغرام بالأور. أنا سليوت، عندكم مذاب، هذا السليوت added to the tank، هم ضفناه إلى خزان الماء مع الماء. الريت ما تشقد، يعني المعدل 1 كيلوغرام بالأور، يعني 1 كيلوغرام بالساعة. هسه عندنا ووتر وعندنا أيضا السوليوت اللي هو المذاب. The exhaust stream is at rate 10، يعني البخار الخارج، هذا الأوتبوت، يعني تشوفون اتجاه الأسهم، هذا داخل وهذا خارج. The exhaust stream at rate معدل 10 كيلوغرام بالساعة. Initially the tank، بالبداية initially the tank containing، خزان الماء يحتوي قد كمية الماء اللي بيه، سميه ام نوت، هذا الام نوت كيلوغرام. find chili، find the relation، اوجد العلاقة between the change in the concentration، تغيير التركيز للمذاب في خزان الماء مع التايم، يعني علاقة تركيز تغير، تغير تركيز المذاب مع شنو؟ مع التايم، مع التايم، يعني ريد السوليوت للمذاب. عموما احنا اول ما نبدي نقول اوفر اول ماتيريال بالانس اللي هو قانون التوازن، عندكم لو الانبوت ناقص الاوتبوت يساوي الاكيميليشن، او نقدر نكتبه بهذه الطريقه، الانبوت يساوي الاوتبوت زائد الاكيميليشن. الاكيميليشن تعرفون اللي هو التراكمي. انت ايش عندك انبوت؟ الووتر، وعندك السوليوت، يعني دبليو زائد اس، هذا الانبوت. الاوتبوت شنو؟ انت ايش جاي يخرج منك؟ البي اللي هو الاكزيست ستريم، الاكزيست ستريم البي زائد accumulation اللي هو التراكمي، هذا دي على دي تي للام، يعني تغير الام بالنسبه للدي تي. منو الام؟ هذا الام اللي هو كتله الماء، تغيرها بالنسبه للزمن، هذا accumulation التراكم. ايش راح نسوي؟ ندخل القيم بدال الووتر، ايش نكتب؟ 10، مكتوب امامه 10 زائد. بدال السوليوت ايش نكتب؟ مكتوب امامه 1، 10 زائد 1 يساوي شنو؟ البي اللي هو الاكزيست ستريم مكتوب امامه 10، ندخل 10 زائد دي ام على دي تي. راح يصير عندك اختصار او حذف، هاي ال 10 راح تروح ويا ال 10، راح يبقى عندك الدي ام على دي تي يساوي 1. نسوي حاصل ضرب الطرفين في الوسطين، الدي ام يساوي دي تي. لازم عندك باوندري كونديشن، System boundary condition. من ال T صفر ليش عمود من كامل الطرفين؟ نطلع حدود التكامل. من ال T يساوي صفر، ال M يساوي M نوت، يعني الكتلة هي الكتلة الابتدائية نسميها M نوت. ومن ال T يساوي T الزمن معين، ال M يساوي M. هاي بس العمود نخليها حدود للتكامل. انت من وصلت لهاي المرحله ايش راح تسوي؟ راح تكامل اكيد الطرفين، دي ام تكامل الدي ام يساوي تكامل دي تي، وهاي حدود التكامل اللي هي الانيشال كونديشن، من الام نوت للام ومن الصفر للتي. زي ما نكامل تكامل الدي ام هو ام، نعوض به الحد الاعلى
وبعدين الحد الأدنى يصير أمنة ناقص الأمنة، شو يساوي لك؟ تكامل الدي تي هو تي، تعوض دي تي حد الأعلى ناقص صفر يعني معناته تي. نطلع الام بدلالة الام نوت والتي، ام تساوي ام نوت زائد تي، هسه هاي اول معادلة. الام نوت شو نعوض بمكانها؟ 100 موجودة بالرسم، 100 الام تساوي 100 زائد تي، هسه هاي ايكويشن 1. بعد عندنا شنو هو؟ احنا نريد اوفر اول سوليوت ماتيريال بالانس، احنا نريد للمذاب اللي خليناه. ايضا نفس القانون بس شويه راح يتغير. انبوت يساوي الاوتبوت زائد الاكيوميليشن. هذا قانون التوازن العام. الانبوت ايش عندك هالمره؟ هالمره نحكي على المذاب فقط. واحد. هذا السلوت واحد يساوي 10x. الاكس شنو؟ الاكس هو التركيز، تركيز المذاب في خزان الماء. 10x، 10x اللي هو هذا الرقم 10، بس خليت بمكانه العفو، لا بالسلوت. الواحد يساوي 10x زائد دي على دي تي للام اكس. الام هاي خاصه بالسوليوت، بس الاكس شنو اللي خليتها؟ تركيز سوليوت كونسنتريشن ان ذا تانك، تركيز المذاب في خزان الماء. الانبوت عندك واحد السوليوت، هذا الانبوت. الاوتبوت شنو؟ هذا العشره اللي هو البخار الخارج، هي يعني العشرة بس ضربتها في اكس، لان يعني هو يريد الكونسنتريشن تركيز المذاب وعلاقته بالتايم في خزان الماء. والاكيوميليشن اللي هو التراكمي دي على دي تي، بس بالنسبة مو للام، ام اكس. هاي المعادلة ابسطها، واحد يساوي 10x زائد، طلاب هذا اعتبره مشتقة للحاصل ضرب دالتين، لأن الدي على الدي تي هي لازم بالنسبة للإم وبالنسبة للإكس. إيش راح أسوي؟ الدالة الأولى أعتبرها إم، مشتقة الدالة الثانية، يعني هاي المشتقة شلون أسوي حاصل ضرب دالتين؟ الدالة الأولى إم نزلتها في مشتقة الدالة الثانية بالنسبة للتي طبعاً. لان هو قايل دي على دي تي، دي اكس على دي تي زائد اكمل اكس مشتقة الام هالمرة الاكس، اكس في دي ام على دي تي، الدالة الاولى في مشتقة الدالة الثانية زائد الدالة الثانية في مشتقة الدالة الاولى. صارت عندي المعادلة بهالشكل، ابسطها بعد. الواحد يساوي 10x بدل الام، شو اخلي؟ اخلي equation 1، equation 1 100 زائد تي، جيت وخليتها هنا 100 زائد تي في شنو؟ دي اكس على دي تي زائد اكمل بعد المعادله، هي مو عندي اكس في الدي ام على دي تي، هاي الاكس الدي ام على دي تي ايش قد قيمتها؟ قبل شوية قلنا الدي ام على دي تي يساوي واحد، الدي ام على دي تي يساوي واحد، خليته واحد. صارت عندي المعادلة بهالشكل. أيضا بعد أبسط، هاي العشرة إكس ويا الإكس تصير 11x، أنقلها يم الواحد صارت واحد ناقص 11x. شو يساوي عندك؟ بقى عندك هذا الطرف اللي بمكانه اللي هو 100 زائد تي في دي اكس على دي تي. لازم اكامل الطرفين، بس لازم عندك باوندري كونديشن. سهل الباوندري كونديشن، من التي يساوي صفر الاكس يساوي اكس، الاكس كده الكونسنتريشن تركيز المذاب في خزان الماء،
تي يساوي تي، اكس يساوي اكس. طلاب هذا حله بالسيبريشن اوف فاريبل، فيرست اوردر بالسيبريشن اوف فاريبل. يعني الدي اكس تخليها بصف الاكس، والدي تي 100 زائد ان تي تخليها بصف الدي تي. وكامل هنا اكيد التكامل عندك من الصفر للاكس، حدود التكامل. وهنا اكيد من الصفر للتي. هنا عندك هذا التكامل مالته، بس اوفر المشتقة مال شنو؟ مال الناقص 11، المقلوب مالتها ناقصا 1 على 11، ما دام متوفر المشتقة لن، لن الواحد ناقص 11 اكس. وهنا نفس الشيء، هنا عندك المشتقة مال تي 1، فرأسا نقول لن 100 زائد تي. ما دام عندك طلاب هنا لن، إذا هذا هو عبارة عن أس القوس، يعني أقدر أقول 1 ناقص 11 اكس أس ناقص 1 على 11، يعني هذا الحد هو عبارة عن أس هذا القوس، هذا من خصائص اللن، يساوي 100 زائد تي. طبعا ماخذ بعدين اكسبونينشال للطرفين، وهاي اللين رايحه. شلون نلغي اللين؟ ناخذ اكسبونينشال للطرفين، فهاي اللين انلغت. مثل ما عندك اذا نقول جذر للطرفين، من نقول ربع الطرفين على مود نتخلص من الجذر، هنا نفس الحاله. يعني هاي ناقصا 1 على 11، شلون نتخلص من عندها؟ وانا اريد الاكس. الاكس شلون تطلعها من هذا القوس؟ هو مرفوع الاس معين. اقول للطرفين، اضرب الطرفين او اخذ للطرفين ناقصا 11، يعني هاي على مود اتخلص من عندها، لان انا اريد الاكس. شلون اطلعها من القوس؟ اقول اخذ للطرفين ناقص 11، يعني القوسين مال الطرف الايمن والطرف الايسر ارفعها من الاس ناقص 11، على مود هنا تطلع من هذا القوس. 1 ناقص 11 اكس يساوي 100 زائد تي اس ناقص 11. هنا هاي لازم الاكس شو تساوي؟ لازم تقلها، يعني تطلع الاكس بدالة المتغيرات البقية. فالاكس يساوي على 11 المعامل 1 ناقص هذا الحد كله. الاكس لازم نطلعه من هاي المعادله بدلاله الطرف الاول والطرف الثاني. طلعت عندك الاكس اللي هي تركيز المذاب وعلاقته بالتايم، هاي الاكس وهاي تي، هاي علاقته مع التايم. طلعت عندي المعادله بهالشكل. المفروض تطيق هذا الرسم معطى بالسؤال، لان هو يبسط الحل. هذا السؤال عشان يتعلق بالماس. هذا سؤال آخر يتعلق بشنو؟ هيت درايف ذا ان ستدي ستيت هيت كوندكشن ان وان دايمنشن او يوني دايمنشنال اكويشن. يعني يقول اشتق معادله للان ستدي ستيت هيت كوندكشن، قانون توصيل حراري في اتجاه واحد، اتجاه واحد قصدي اكس. هذا الرسم ايضا هيت ترانسفير، هنا انتقال حرارة. طبعا هاي خلينا نقول شريحة، هنا عندك نفس الحالة مثل ما بالماس، ماس بالانس او قانون التوازن بالماس. هنا بنفس الشيء عندك هيت بالانس، شي يقول نفس القانون، انبوت يساوي الاوتبوت زائد الاكيميليشن، او الانبوت ناقصا الاوتبوت يساوي الاكيميليشن، يساوي التراكم. زين الانبوت ايش عندك؟ تشوفون هسه هذا الرسم، الكيو، الكيو تعني لكم عندكم اصور لو الكيو كابتل لو الكيو سمول نفس المعنى، اللي هو الفلوكس، اللي هي تعني يعني مثل الحرارة، معامل الحرارة كيو
هنا عندك الانبوت كيو في الاس، الاس لازم تضربها اللي هي المساحه اللي هي كروس سكشن اريا. اس كيو في الاس يساوي زين الاوتبوت ايش عندك؟ تشوفون هسه هذا داخل الكيو، هذا الاوتبوت كيو بس تضيفي له هذا الحد بارشال، هذا بارشال طبعا علامه البارشال، بارشال كيو على بارشال اكس في الدي اكس، الدي اكس منو؟ هذا الدي اكس، عرض هاي الشريحه، بينما الاس لا مساحه هذا المقطع كله. كيو زائد بارشال كيو على بارشال اكس في الدي اكس في الاس، هم لازم تضربها في الاس مثل ما الانبوت ضربته في المساحه، الاوتبوت هم في المساحه. هذا شنو؟ هذا التجميعي او التراكم اكيوميليشن بالنسبه للزمن. هذا بارشال على بارشال تي، هاي نقراها مثل الرو، هي معناتها اشتقاق جزئي. بارشال على بارشال تي، الاس مساحه المقطع العرضي كله، دي اكس شريحه او اللي هي معامل انتقال حراره في السي بي في الثيتا، المصطلحات المفروض ماخذين انتم بالهيت. الثيتا عندك هنا الفلوكس دينسيتي او الهيت دينسيتي. زين هذا القوسين فتح، طبعا هنا في اتجاه واحد بس باتجاه الاكس، راح يجيك غير سؤال بالثلاث اتجاهات اكس وواي وزد. هنا عندك كيو اكس وهنا عندك هاي الاس، كم راح تنضرب بالكيو؟ كيو اس راح يروح من هذا الطرف، عندك هنا عندك كيو في الاس وهنا هم عندك كيو في الاس، راح يصير عندك صفر يساوي، يبقى عندك بس هذا الحد بارشال كيو على بارشال الاكس زائد اكمل. بارشال طبعا هنا لازم عندك بارشال تيتا، بس هنا بارشال على بارشال تي في شنو؟ التيتا عندنا مهمة، البقية كلها ثوابت اللي هي الاكس دي اكس، هاي كلها عبارة عن مساحة. الرو في السي بي ايضا ثوابت، اللي مهم عندك هو التيتا اللي هي الفلوكس دنسيتي، بارشال تيتا على بارشال تي. أطلعها بدلالة هذا المتغير، أطلعها بدلالة يعني أنقلها للطرف الآخر، بارشيال تي على بارشيال تي شو يساوي لك؟ ناقص واحد على رو السي بي في بارشيال كيو على بارشيال إكس، يعني هذا أنا عندي مهم هذا الحد. أنت بتنقل هذا راح يصير ورا البقان يعني الطرف الايسر، راح يصير اشارته سالبه، فراح يصير عندك الرو ثيتا او بارشال ثيتا على بارشال تي، راح يصير عندك بدلاله هاي المعادله. عندي بعد تعويض اللي هو الكيو، الكيو شو يساوي؟ اللي هو قانون اكيد عندكم لو اوف هيت كوندكشن، قانون التوصيل الحراري، يساوي ناقص الكي، الكي كونستانت، بارشال ثيتا على بارشال الاكس. وين اجي اعوض هاي الكيو؟ اجي اعوضها، راح يصير عندك بارشيال تيتا على بارشيال تي، هو هذا طبعا مشتق هيت كوندكشن، هاي تيتا بالنسبة للتايم بالنسبة للزمن، ناقص الواحد على رو سي بي بارشيال على بارشيال الاكس، عوضنا بقيمة الكيو ناقص الكي بارشيال تيتا على بارشيال الاكس. شوية المعادلة بسطها، عندك هنا سالب بالسالب راح يصير عندك موجب، وهاي الكي على الرو في السي بي كلها ثوابت، ايش راح يبقى عندك؟ عندك هذا الحد راح يصير ويا هذا الحد تربيع، رو تربيع الثيتا على رو اكس تربيع، هذا الحد راح يتربع، وذني هاي الثوابت الكي والرو والسي بي كلها طلعن خارج ال، هاي باعتبار مشتقة الرو، في هاي الرو راح يصير عندك رو تربيع الثيتا على هاي الرو اكس
دي هاي الرو اكس راح يصير عندك رو اكس تربيع. اذا هاي المعادلة ايش بيها؟ هيت مثل ما بدينا بالسؤال، هيت كوندكشن التوصيل الحراري في شنو؟ في وان دايمنشن، يعني بس بالنسبة للاكس باتجاه واحد، باتجاه واحد باتجاه الاكس فقط، اكس دايمنشن.